أهلا بكم. كرمت وزارة التربية والتعليم عددا من المعلمين والمعلمات خلال الاحتفال الذي نظمته بمناسبة يوم المعلم العالمي الذي يصادف 5 تشرين الأول من كل عام. وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة أن المعلم هو عماد وركن العملية التعليمية، وعليه تقوم العملية التعليمية بجوانبها كافة، مثمنا دور المعلمين والمعلمات، ومشيرا إلى حرص الوزارة على تكريمهم وتوفير الفرص المناسبة لهم. ومعنا رئيس قسم الإشراف التربوي في مديرية تربية لواء الجيزة الدكتور سليمان أبو شارب حتى نتحدث عن هذا اليوم العالمي وعن تجربته كمعلم. صباح الفل لك دكتور، وأهلا بك معنا. صباح النور أسأل، صباح النور للمشاهدين الكرام ولوطننا الجميل. أهلا بك دكتور، منورنا، والموضوع جدا مهم بما أنه طبعاً. يوم من الأيام كنت أنا معلمة، وأيضا حضرتك أكيد كنت في مجال طبعاً. التعليم، وفي هذا اليوم بالتحديد يوم العالمي للمعلم، كيف تنظر لأهمية تكريم المعلم من قبل طلابه وزملائه؟ طبعا بداية كل عام والمعلمين جميعا على مساحات وطننا الغالي بخير، وأنت بألف خير. طبعا شعور التقدير بشكل عام، يعني بشكل عام أي شعور تقدير هو من أجمل وأرقى المشاعر اللي ممكن يتعرض لها إنسان، فمبارك لما يكون هذا التقدير نابع من قلب بريء مثل قلوب أحبتنا الطلبة، مثل تقدير من زميل عزيز شاركك النجاح، شاركك الإنجاز، لذة التعب. أنا بشوف أنه الإنسان مهما بلغ من العلم، من العمر، مهما تقلد مناصب، دائما وأبدا بحاجة إلى كلمة طيبة، كلمة شكر، تقدير، رغم أن هاي الكلمة مجانا، لأنها إلها موقعها الكبير صراحة في القلوب. فمبارك في احتفال ويوم مخصص للمعلم، أكيد هو شيء يعني مدعاة للفخر، للاعتزاز، اللي بيعطي المعلم دائما دافعية للاستمرار والعطاء. كل معلم هو يعتبر بمثابة قدوة طبعاً. للطلاب وحتى للزملاء الآخرين أكيد. اللي بتعلموا منه ومن خبراته. كيف يعني ما هي الأشياء اللي ممكن تكون أو المواصفات اللي ممكن تكون في المعلم حتى يقوم بدوره على الشكل الأمثل ويكون القدوة للطلاب؟ هسا أنا بشوف أن المعلم المفروض أنه يكون دائما وأبدا قدوة ويمتثل القدوة، يكون قائد يهتم بأدق التفاصيل، يعني حتى ابتداء من هندامه، مشيته، أسلوبه في الحديث، أسلوبه في الطرح، يعني أنه الطفل دائما أو الطالب هو مشاهد لهذا المعلم، والأطفال بطبيعة فما في أجمل منهم يقلدوا معلمهم أو معلمتهم. بالتالي لما يشوف المعلم قد إيه أنه مهتم في مظهره، مهتم في أسلوبه، في طريقته، في الحكي، هي من ناحية شخصية، فبيحاولوا أنهم يقلدوا نحو الأفضل. من ناحية أكاديمية المعلم دائما المفروض يكون متطور، يحاول دائما أنه يطور من نفسه ويلتحق بالدورات وبرامج التنمية المهنية، حتى أنه يطور بنفسه باستمرار بما ينعكس إيجابا على نمو الطالب فكريا وذهنيا. المعلم دائما لازم أنه يواكب التغيرات يعني الإيجابية الواقع المحلية الوطنية والعالمية، بحيث أنه يشوف وين الأفضل لطلابه ويقدمه لهم وبما ينعكس إيجابا داخل الغرفة الصفية. وبما أنك تحدثت عن ماذا يشاهد الطلاب، وطبعا هم خلينا نحكي ثاقبي النظر، كل شيء بلفت طبعاً. نظرهم في المعلم، إن كان من ناحية التحضير، من ناحية الهندام كما تفضلت صحيح. والشكل وكل هذه الأشياء، ما هي المعيقات والتحديات أيضا التي من الممكن أن يواجهها المعلم وكيف يتعامل معها؟ يعني إحنا بنعرف هناك العديد من ساعات التحضير والعمل وتصليح الدفاتر طبعا. والتحضير بشكل يعني عام فكل هذه الأمور تعتبر ممكن تحديات أو معيقات، هل من معيقات أخرى وتحديات أخرى؟ شوفي، هي أي مهنة في الدنيا دائما سبحانك رب يكون لها تحديات ومعيقات، لكن دائما أنا بعطي المعلمين سبحانك رب خصوصية. ليش؟ لأنهم يعني ما بعتبرهم صراحة أصحاب مهنة بقدر ما هم أصحاب رسالة. فالآن هم قاعدين بشكل إنسان بيصنعوا تغيير، فبالتالي هم معلمينا الأقدر على التخطي وتجاوز هذه التحديات. هسا ممكن يكون مثلا تحديات لها علاقة مثلا في الانفتاح الفكري لدى الطلاب، التوسع الثقافات، المعلم لم يعد هو الوحيد مصدر المعلومة، فصار الطالب أنه يكتسب المعلومة من أكثر من مصدر، وهذا ممكن يسبب قلق لدى المعلم أنه هل يا ترى مصدر هذا المعلومة هو صحيح، ممكن يأثر على الطالب إيجابا أو لا سمح الله سلبا، فبالتالي هذا هو المعيق. لكن كمعلمين متميزين وقادة تربويين
أنا شايف أنهم دائما عندهم حلول لكل شيء. أنا عندي ثقة دائما بمعلمينا قادرين على التنويع في الأساليب، في الاستراتيجيات، في استقصاء المعلومة من موقعها الصحيح. وزارة التربية والتعليم ما بتقصر أبدا، دائما وأبدا يعني بتكثف دورات للمعلمين يعني لحل هاي المشكلة أو حل أي معيق ممكن أن يتعرض إلى المعلم. فبالنسبة للأعمال الكتابية التصحيح وهي الأمور، إذا المعلم داخليا شعر أنه هذا الإشي يؤجر عليه وهذا الإشي يسهم في مثلا مصلحة الطالب، فليش ما ينظر للنصف يعني المليان من الكاس، ينظر بشكل إيجابي، يستمتع في التصحيح، يستمتع وهو بيشوف إنجازاته تحققت يعني بين طيات الدفتر، يشوف الطالب إذا جاب علامة متفوقة أو علامة كاملة يشعر بالفخر، يحكي هذا هو إنجازي، فيستمتع في العمل حتى أنه ما يحس في أي معيق أو أي تحدي. طب هل عمره حدث معك موقف محرج مع أحد الطلاب أو أحرجك بسؤال معين ما كان له جواب؟ هسه مواقف محرجة المفروض المعلم أنه يغطي هذا الحرج. يعني كما تفضلت بعض المعلومات يحصل صحيح عليها الطالب من صحيح الإنترنت وممكن تكون غير صحيحة. بس إحنا كمعلمين كطلاب الآن يسمعونا، إحنا إن أساليبنا أن نغطي هذا الحرج، يعني مثلا نحكي نحوله لواجب بيتي، نحكي مين عنده إجابة يا حبايبنا الطلاب يجاوب زميلنا، طب شو رأيك نعمل هذا الإشي حلقة بحث علمي، يعني دائما بيحاول المعلم أنه يغطي هذا الحرج، لأن المعلم دائما وأبدا المفروض أن يظهر موقف إيجابي وموقف المتمكن من المعلومة قدام الطلاب، لأن الطلاب بدهم يستقصوا منه هاي المعلومة يعني بحذافيرها، فالمفروض أنه يكون عنده الأساليب الدفاعية ضد هذا الحرج. نعم. طب دكتور أخيرا، ما هي الرسالة التي تحب أن توصلها الآن من خلال شاشة المملكة للطلبة والمجتمع بشكل عام؟ أنا أول شيء بحكي لأحبتنا الطلبة أنه إحنا كتربويين من كافة مناصبنا ومن كافة أماكننا موجودين لخدمتهم، بالتالي أنا بحكي للطالب أنه اقتدي بمعلمك، انصت لمعلمك، انصت لتوجيهات المعلم، لأن المعلم هو شعلة النور اللي بتضيء الطريق نحو المستقبل، فدائما وأبدا حاول أنك تسمع كلمته، يعني مثل ما الأب والأم في البيت بدهم بيفرحوا بإنجاز أبنائهم، كذلك المعلم والمعلمة بيفرحوا بإنجاز أحبتنا الطلبة، فأنا ما في أكثر من أحكي أنه المعلم والمعلمة هم مثل الوالدين لأحبتنا الطلبة. أكيد. بشكرك دكتور على هذا اللقاء الأكثر من رائع، كل عام وكل معلم بألف خير وأنت بألف خير.